تقرير المؤتمر العلمي الثالث للجمعية السورية للصحة النفسية تحت شعار نحو رعاية صحية نفسية أفضل للسوريين بتاريخ 24 إلى 25 من نيسان أبريل عام 2015 في مدينة غازي عنتاب التركية. نظرا للظروف الكارثية الصعبة التي يمر بها الشعب السوري في محنته التي تجاوزت عامها الرابع، ونظرا للحاجة الماسة إلى تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للشعب السوري المنكوب داخل وخارج سوريا، ونظرا لما لمسه المختصون والعاملون في مجالات الصحة النفسية من حاجة ملحة إلى تكامل الجهود وتضافرها وإلى تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير الخدمات الصحية النفسية المقدمة للشعب السوري، وبناء على توصية المؤتمر الثاني للآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السورية والذي عقد في تركيا العام الماضي، قامت الجمعية السورية للصحة النفسية سمح بحمد الله وتوفيقه بعقد المؤتمر الثالث للآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السورية في مدينة غازي عنتاب بتركيا في الفترة من 24 إلى 25 من إبريل عام 2015. وقد حضره العديد من الأطباء النفسيين والأخصائي النفسيين والاجتماعيين المتميزين، وحضره أيضا العديد من العاملين في مجالات الصحة النفسية المختلفة والناشطين والمهتمين بالخدمات النفسية والاجتماعية. المحاور العلمية للمؤتمر الثالث لسمح: أولا، الآثار الاجتماعية للأزمة السورية. ثانيا، الأسرة السورية في الأوضاع الحالية. ثالثا، الرعاية الصحية النفسية المقدمة للشعب السوري في الداخل والخارج. رابعا، الدراسات والأبحاث الصحية النفسية والاجتماعية في الأزمة السورية. خامسا، الأوضاع النفسية للنازحين واللاجئين السوريين. سادسا، ملامح ودروس إيجابية في التعامل مع الأزمة السورية وسبل الاستفادة منها. البرنامج العلمي للمؤتمر الثالث لسمح: تم تقديم 14 ورقة علمية وثمان ورش عمل تدريبية من قبل 20 متخصص متميز في مجالات الصحة النفسية والقانون، وقد تم تقديم العديد من المحاضرات العلمية وأوراق العمل والورش التدريبية. وقد رافق المؤتمر قبل وبعد انعقاده برنامج تخصصي تدريبي وتثقيفي مصاحب قدمه نخبة من المتخصصين قبل أيام المؤتمر وبعدها، واستمد المؤتمر قوته من الحضور المتميز للمتخصصين في مجالات الصحة النفسية ومن أوراقه العلمية وورش العمل التي تم تقديمها أثناء أيام المؤتمر والتوصيات والمشروعات التي نتجت عن جلساته العلمية وورشاته العملية، إضافة إلى العلاقات التي نشأت بين ضيوف المؤتمر واتفاقات التعاون التي عقدت على هامش المؤتمر. وقد حضر المؤتمر 118 مشاركا ومشاركة، بينهم 27 طبيبة و43 متخصصا نفسية و3 مرشدين اجتماعي و45 مشاركا من تخصصات متنوعة أخرى. رئاسة ولجان المؤتمر الثالث لسمح: رئيس المؤتمر الدكتور محمد الجندي، رئيس اللجنة العلمية الدكتور مأمون مبيض، رئيس اللجنة الإدارية الدكتور ياسر الشلبي. توصيات المؤتمر العلمي الثالث لسمح: أولا، التركيز على المدارس في مجالات الدعم النفسي والتوعية وتأهيل المعلمين من الجنسين ضمن مناهج علمية مبنية على البراهين. ثانيا، التركيز على التعامل مع مشكلة تعاطي التبغ والمخدرات والإدمان السلوكي، وخاصة بين فئة الأطفال والشباب والنساء، من حيث إجراء البحوث العلمية
لمسح المشكلة والوقاية منها وعلاجها داخل سوريا وخارجها. ثالثا، الاستفادة من تجارب الدعم النفسي في أماكن الحروب والنزاعات والكوارث الأخرى في العالم. ومن أهم الدروس المستفادة ضرورة الاهتمام بالأسرة في خدمات الدعم النفسي. رابعا، الاستفادة من الجانب الروحي ضمن مجالات الدعم النفسي الشمولي، البيولوجي والنفسي والاجتماعي والروحي، ضمن وسائل علمية مبنية على البراهين. خامسا، التأكيد على أهمية التوثيق المهني والقانوني في جميع مراحل تقديم الخدمات الصحية النفسية. سادسا، توسيع تعريف سمح بنفسها على نطاق أوسع، وتوسيع مجالات التواصل بينها وبين العاملين في مجالات الصحة النفسية داخل سوريا وخارجها لإيصال رسالتها إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس. سابعا، التأكيد على الجهات العاملة في تقديم الخدمات الميدانية على القيام بأبحاث علمية حول ما تقدمه من خدمات وتوثيقها. ثامنا، الاستمرار في تدريب المختصين في مجالات الدعم النفسي بمستوى مهني عال مبني على البراهين. سمح هي ضرورة ملحة الآن وفي مستقبل سوريا، فكونوا معنا. www.syriasamh.com